مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حرتاجه، حلقه 1/1/2014. بدعايتكم بحلول السنه الجديده، ان شاء الله هالسنه بتكون عامره بالفرح وبالعطاء وبالحظ الجيد. اللبنانيين مر عليهم اسبوع الاعياد وباكثريتهم عيدوا، ولكن للاسف الشديد انتم بتعرفوا انه في بعض الناس اللي دائما بيعيدوا بدون اهلهم وبدون احبابهم. ضيفتنا بهالفقره صار لها تقريبا نحو 24 سنة عم بتعيد بلا عائلتها، رئيسة حزب الديمقراطيون الأحرار تريسي داني شمعون. مرحبا. أول شيء أهلا وسهلا فيكي على بلاتو حرتقجة، شرف لأننا نكون عم نحاورك بهالحلقة ب 1/1/2014 بأول حلقة من السنة الجديدة. حضرتك صار لك 24 سنة عم بتعيدي بلا والدك الشهيد داني شمعون وبلا عائلتك بلا حضنك الدافع، كيف مر عليك ال 24 سنة؟ بصعوبة صحيح، أهم مرحلة للعائلة هي مرحلة العيد. الواحد بيتعود على كل شيء بس بالأساس ما بينسى. أنا ما نسيت طفولتي والعائلتي اللي حضنتني بطفولتي. للأسف توفى الوالد والوالدة توفت كمان، فبس هلأ عندي عائلتي أنا طبعا عندي أكيد. ابني وجوزي والحياة الله يخليك هون. ولكن كيف تعودت على بعد مرور السنوات على فقدان الأب، وخصوصا أن يكون واحد بيه وداني شمعون يعني منا هيني، والطريقة اللي قتل فيها مش كل يعني هالصورة كانت عم ترجع لك كل موسم أعياد، بعيد الميلاد خاصة، بعيد رأس السنة؟ مش بس موسم الأعياد، هالصورة دايما بترجع لي. هدفي اليوم أنه أرجع أتذكر ببي بطريقة إيجابية، بعمل السياسي، بحبي لهالبلد، بتأسيس مؤسسة داني شمعون. طبعا رح نحكي عنها هلا، اخذت ترخيصة هلا مش من زمان، هلا اخذنا علمو خبر بالمؤسسة. بالاعياد اكيد مرحلة صعبة. سامحتي القتلة؟ سامحت، هيدا موضوع كتير طويل بده الواحد يفوت فيه بدقة، مش بس روحانيا يفوت فيه روحانيا يعني سبيريتشولي، يعني سبيريتشوال، انه هل فعلا انت اليوم بموسم الاعياد بعيد الميلاد بتقولي الله يسامح اللي قتل داني شمعون بغض النظر عن الاسماء، لانه موضوع الاتهامات وانا برايي الله يسامحنا كلنا كلبنانيين باللي عملناه، لانه كلنا شاركنا بالعنف بالحرب بالقتيل، بقى الله يسامحنا كلنا. واهم شيء انه الواحد انسانيا ونفسيا انه يتطور وينطلق من مرحله الالم لمرحله السلام الداخلي، فهيدا كان نضالي انا الشخصي، هيدي التطور النفسي. هلا المسامحه قصه كبيره، واكيد ما واحد ما بيقدر يسامح بالفراغ. اذا الشخص بوجهك ما طلب مسامحه ولا اعترف بالجرائم ولا في نوع من توبة عنده، أكيد واحد ما بيقدر يسامح هيك بالمجمل. طيب بموضوع عيد الميلاد، لأنه عيد الميلاد كمان بيحمل جانب عائلي، الجانب الأكبر منه عائلة، هناك أيضا عمك رئيس الحزب الوطني الأحرار الرسمي هلأ، رئيس دوني شمعون. بموسم العيد ما بتجربي مثلا أنك تحكي معه تعيدي تتصالحه، أو ما بعرف تعيده أواصر العائلة بالنهاية هو عمك يعني؟ ولا هو الكبير بالعائلة، بقى الدور بيرجع له أساسا انه هو يحضن العائله كلها. للاسف لحديت هلا ما صار في اتصال من هالناحيه، بس انا تعودت على هالوضع من زمان. طيب العالم في منهم بيعرفوا في منهم ما بيعرفوا تريسي شمعون وين كانت بهال 24 سنه يعني، حتى لانه انت عدت مجددا وعم تظهري على الشاشات وصار عندك مواقفك السياسيه واسستي حزب، ولكن خلال هال 24 سنه تريسي كانت بامريكا، كيف كانت عم بتحضر كيف كانت عم تحضر رجعتها، كيف كانت عم تحضر عودتها للحياه السياسيه اللبنانيه من الباب العريض، كيف يعني العالم مش كلها بتعرف؟ ما غبت كليا من الساحه، كان دائما عندي اتصال مع المحبين هون بلبنان والقعدة الشمعونية، كنت روح وإجي بالصيفية على العيد، ولكن ما كنت أظهر بالساحة العامة يعني والساحة السياسية، لأنه كنت تركي مجال لعمي أنه يشتغل. بالنسبة للعمل السياسي كان توجهي من الأساس من طفولتي تقريبا أنه أدخل بالشأن العام وأشتغل بالسياسي، هيدا كان حبي من زمان. فبالنسبة لي تركت لأنه كان في معطيات خاصة بالنسبة لحياتي، كان في خطر، كنت هون بالتسعينات وقت المحكمة، بس بعدين لما
خلق ابني، عملت يعني عائلتي الأولوية بحياتي ورحت واهتميت بعائلتي. هلا ابني صار عمره 18 سنة، صار مستقل. شو اسمه؟ سميتي داني؟ ألكساندر. ليه ما سميتي داني؟ لأنه ابن دوري جابرييل سمى ابنه داني شمعون. وعلى كل حال جوزي اسمه بونر، ابني اسمه ألكساندر شمعون بونر. أوكي، فبالتالي اصلا لو سميتيه داني كان ما راح يكون داني شمعون، كان راح يكون الكسندر شمعون. سميتيه الكسندر شمعون، هو الفيرست نيم الكسندر شمعون. سميتيه اسم مركب يعني. بكتابك ثمن السلم دعيت للتسامح والانفتاح والسلام والمغفره. قديش هذا الموضوع كان داني شمعون بعز الحرب يدعي له؟ يعني داني شمعون بالنهايه الشهيد داني شمعون كان على راس تنظيم مسلح هو نمور الاحرار، وبالتالي كان يعني يقوم باعمال عنف يعني، وبالتالي هي العمل. بس قديش كان بقلب الحرب يدعي للتسامح وللمغفرة؟ كان خياره دائما السلام، دائما انه يحل المشاكل بالحوار. بتذكر اول الحرب لما انخطف وليد بيك، تسرع بي ليرجع يحرره، لانه فهم انه هالتصعيد بالعنف هو اساس الحرب. ودائما اذا كان يقدر يلاقي حل بالسلام كان يتفضل، كان يفضله. طب قديش اليوم حزب الوطنية الأحرار ماشي على خطة داني شمعون؟ وهل لو كان ماشي على خطة كنت بتأسس حزب الديمقراطيون الأحرار؟ من الأساس طالما ما في ميليشيا، اليوم ماشيين على مبادئ الرئيس شمعون. عم بحكي بحزب الوطنية الأحرار، مش يعني اللي اليوم حزب دوري شمعون. حزب الوطنية الأحرار قديه ماشي على خط الشهيد داني شمعون؟ ما حدا بيعرف، ما بي صار له موفى 24 سنه تقريبا، والاجواء تغيرت، الاجواء الاقليميه. الشغله الوحيده اللي اليوم نحن انزعجنا منها كثير بموضوع الحزب الوطني الاحرار هو التحالف مع الناس يلي متهمين بمقتل داني شمعون. واكيد كمان هذا التحالف له تسلسل بالمواضيع السياسيه، كمان الخيارات السياسيه اللي اليوم ماشيين فيها يلي نحن كمان. بأي موضوع؟ موضوع الربيع العربي مثلا؟ موضوع الربيع العربي، موضوع التحالف السعودي اليوم مع الخط الـ 14 أذار يلي هو نحن بنعتبره تحالف اليوم كتير صعب بالنسبة للأجواء يلي عم نعيشها، لتمويل هالمجموعات الإرهابية بلبنان يلي عم بيحكوا عنها. ففي خيارات محددة يلي اليوم كمان منطلقين فيها حزب الوطني الإحرار يلي نحن مش موافقين عليها. هلا نحن ما بنحب الأسئلة الافتراضية يعني، بس تريسي داني شمعون بتقول إذا داني شمعون اليوم لو بعده على قيد الحياة وين بيكون؟ بيكون ب 14 ولا ب 8؟ ولا بيكون مع التيار الوطني الحر؟ بيكون باتصال مع الكل، بيكون عم بيجرب يحاور. كيف بيكون موقفه من الربيع العربي؟ من الأساس إذا الواحد بده ياخذ الشكل يعني الربيع العربي، إذا الواحد بيطلع عليه من الخارج شغلة منيحة، بس إذا الواحد بيفهم الموضوع السياسي من وراء وبيشوف التركيبة المخابراتية بالمنطقة كلها، أكيد ما بيقدر يأمن فيها. فالواحد بده يكون واعي على هذا الموضوع، وأكيد بي لو كان حي كان واعي على كل هالمواضيع. طبعا داني شمعون حمل لواء القضية قضية وجود المسيحيين ببداية الحرب الـ 75، هل برأيك اليوم المسيحيين بخطر من الربيع العربي؟ هل هناك خطر وجودي يحدق بالمسيحيين بصراحة؟ شو كيف بتلاقي؟ تمن تسمي هيدا ربيع عربي يلي عم بيسبب الخطر، يلي عم بيسبب الخطر صعود التكفير والتطرف. هو هالتطرف الديني اليوم يلي عم بيجعل خوف بالمنطقة كتير. هل المسيحيين بخطر من هل بهني بخطر وجودي من وراء الصعود؟ خطر وجودي يعني، مش انه خطر. نحن بخطر وجودي من وراء الصعود، مع انه تكوين لبنان تركيبة لبنان بيرتكز على وجود وعلى حضارة المسيحيين بلبنان. أنت مقتنع بعدك بهالنظرية أنه لبنان يرتكز على وجود المسيحيين فيه يعني كحضارة وككيان؟ لأنه نحن عم نحافظ على مبادئ حياة، عم نحافظ على نوعية حياة، مش بس عم بحكي دينيا، بس نحن كمجموعة مسيحية مبادئنا تقاليدنا هيدي الأشياء اللي بتكون يعني لبنان مثل ما نحن بنعرفها. غير هيك كنا حيالله بلد عربي. بقى نحن هالتنوع يلي عنا هو أساس لبنان، أساس الرسالة يلي هي لبنان. بركي المخطط أنه يتغير وجه لبنان اللي نحن بنعرفه؟ المخطط أكيد. هل بعد فينا أصلا يكون في لبنان بالوجه اللي نحن بنعرفه؟
يعني لازم نحن نكون واعيين على هالموضوع ونضلنا حريصين انه نحافظ لبنان مثل ما هو. طيب اسلافك يعني الرئيس الراحل كميل شمعون ووالدك الشهيد داني شمعون حملوا السلاح لمواجهه اول خطر وجودي الا وهو خطر التوطين بال 75 ومخطط غربي لاحلال الفلسطينيين مكان المسيحيين، شو بتقولي للشباب اليوم بظل هالخطر الوجودي وصعود التكفيريين؟ انت اليوم في حواليك طبعا شباب هن كانوا يمكن من رفاق داني هن قدام النمور، شو بتقولي لهم اليوم؟ هل بتحط يعني هل بتفكري انه معقول يكون في ريسك يرجعوا يحملوا سلاح مره ثانيه؟ اهم شيء اليوم انه نرجع نقوي الجيش اللبناني ونتكل على الجيش اللبناني اللي هي الحامي. ما فينا نرجع نفتح دكاكين ميليشيات لانه غير هيك رح نوقع بحرب اهليه كثير كثير خطره. ونحن يعني انت ترفضين رفضا قاطعا حمل الشباب للسلاح من اول بس هني ما حملوا اول مره غير ما كانوا محشورين بالزاويه. نحن عندنا جيش، عندنا جيش ماكن بوقتها كان في جيش موجود على الارض. لا وقتها تقسم الجيش وقت قعد بسكناته ما وقت تقسم الجيش وصار في مشاكل كتير بهيدا الموضوع. برأيك اليوم الجيش بعيد عن الانقسام؟ لا في خطر كمان على الجيش انه ينقسم. لازم كمان انه نكون واعيين بهيدا الموضوع. لكن اليوم الخوف انه ينقسم الجيش وبيظل هالخطر الوجودي على المسيحيين مثل ما حكينا، في خطر اخر الا وهو شرزمة صف المسيح. اليوم المسيحيين اصلا بحد ذاته ما انهم موحدين، كيف بدهم يواجهوا هالخطر الوجودي؟ خطر وجودي ومش بس هيك بس انه عم بيراهنوا على هالخطر. مين برايك بتحمل مسؤوليه شرزمه صف المسيحي بصراحه؟ يعني اليوم مين عم بيراهن؟ يلي عم بيراهنوا انه يقسموا المنطقه كلها الى طوائف او الى دويلات صغيره طائفيه، هيدول يلي عم بيراهنوا اليوم انه يقسموا كمان لبنان طائفيا. يعني مسيحيه 14 اذار اليوم مراهنين اليوم خلينا نكون صريحين بدهم يقسموا يعني هن عم بفكروا بدويلة مسيحية. ما رح اتهم المستقبل بس أكبر من المستقبل، في مخطط إقليمي دولي أنه هالمنطقة أنه تنقسم طائفيا لأسباب سياسية. هذه الفتنة السنية الشيعية اللي اليوم عايشينها اللي عم بتسبب خطر كبير مش بس على المنطقة بس على لبنان كمان، هيدا مخطط أساسي من ضمن هالإطار. يعني برأيك اليوم المسيحي إذا بيراهن على فتنة سنية شيعية بتعطيه مكاسب بيكون مخطئ؟ نحن كمسيحية كلبنانية خلينا نحكي كلبنانية لازم هيدي فرصة لنا إنه نشوف شو عم بيصير حوالينا ونلتف نرجع نطلع لجوا نشوف نطلع على بلدنا على شؤون بلدنا شو عم بيصير هون تنحكي على بلدنا. أوكي. إنه اليوم ما في حدا هل يمكن عزل لبنان؟ يعني هل يمكن عزل لبنان؟ ما في إدارة، ما في حدا عم يهتم بالبلد، ما في قرار سياسي. عم تحكينا عن الجيش مثلا اليوم مين بده يعطي الأمر للجيش إنه يتصرف؟ قيادة سياسية. القيادة السياسية مقسومة كليا وهذا الحق مش بس على السياسيين بس كمان على النظام يلي نحن ماشيين فيه، في يلي هو نظام الطائف يلي هو نظام فاشل. طبعا شهيد داني شمعون هو شهيد الطائف، يعني هو شهيد هالمرحلة بالذات. كان ضد الطائف. كان ضد الطائف ودفع ثمنه، دفع ثمنه من حياته. والجنرال عون كان ضد الطائف. أيضا دفع ثمنه بنفي إلى باريس. شو الحل لمواجهة؟ هل أنت بتدعي لعقد اجتماعي جديد؟ أكيد. بديلا عن مؤتمر أنا الطائف. أنا بفضل لأنه بدنا نحكي بموضوع الديمقراطية. بس انت عارفه تريسي انه عاده العقود الاجتماعيه الجديده بتصير بعد دم، يعني بتدفع تسويات التسويات عاده بتصير بالدول من بعد مشاكل دمويه. ما بتصير هيك، صحيح. ما نحن عم نشوف الدم، صار عم نشوف الدم بالشوارع، بس اهم من شيء من هيك عم نشوف كمان وضع امني كتير خطر. عم نشوف وضع النازحين مثلا بلبنان اليوم اكثر من مليون، ربع المواطنين اللبنانيين عم بيسببوا مشاكل اجتماعية اقتصادية، ضغط صحي، ضغط بالنسبة للتربية، بنية تحتية، كل شيء. نحن ما فينا نرفض دخول هالناس المعترين بس ما حدا عم يهتم انه ما في إدارة حتى بهيدا الموضوع. ما حدا انه عم بيخطط، يعني بلد فلتين على كل الأصعدة فلتين. نحن عم بيحكوا هلا مثلا بحكومة تصريف أعمال وين عم بيتصرفوا؟ وين الأعمال؟ ما في شيء عم بينعمل. وصلنا هلا للشتوية شفنا شو صار فيهم نزول. وبس كنا صرنا 7 أشهر بركة عم نصرخ بالموضوع بس لاخر تكه، دائما لاخر تكه، بكره رح نوصل لاخر تكه بالنسبه للقانون الانتخابي كمان.
بس ما حدا بيفكر، ما حدا بيعمل تصور للمدى الطويل بهالبلد، لانه ما حدا عم بيدير البلد. كنت من مؤيدين لقاء الارثوذكسي؟ انا لقاء الارثوذكسي كنت مع انا شخصيا ما كنت داعمه القانون الارثوذكسي ولا الحزب، لا نحن مشينا مع المشروع لانه مسيحيا حطينا مصلحتنا على جنب ومشينا مع الباقيين. بس انا بقول انه القانون الارثوذكسي بيفتح باب خطر جدا يلي هو باب التطرف الديني، لانه لو جبنا التمثيل المسيحي كنا فتحنا الباب المجلس انه التكفيريين كمان يجيبوا تمثيل ويفوتوا على المجلس. هذا راي خاص ناقشتيه مع العماد عون مثلا؟ هيدا راي ناقشته مع عدد كبير من الناس، لانه العماد عون بتعرف كان مؤيد لانه اللي قاله. صحيح، وانا بحترم رايه، ونحن يعني مشينا بالصف المسيحي اساسا. طيب برايك عقد اجتماع جديد هل سيعطي افضل، يعني هل سيحسن من وضع المسيحيين ولا يرجعهم لورا؟ في ناس عم بيقولوا انه هلا عقد اجتماع اذا يحصل هلا بصير في متالته، ما بيصير في بيت. هيدا الموضوع بدنا نبحثه بدقه، واحد ما بيقدر يحكي فيه هيك بطريقه سخيفه، لانه الحسابات كثير كبيره بهذا الموضوع. بس انا بقول انه لازم نفكر باشياء، بمواضيع جديده، لازم ننقل مثلا من ديمقراطيه برلمانيه الى ديمقراطيه حقيقيه. شو معناتها؟ معناتها مثلا انه الشعب ينتخب الرئيس او الرؤساء ثلاثه مثلا ديركت بلا مجلس النواب، ديركت، لانه مجلس النواب فيك تشتريه، في فساد، فيك تجيبه. اشتروه بالطائف برايك لمجلس النواب؟ اشتروه بالطائف اكيد، ما هيدي معروفه بقوه المال والسلاح. بس ما اللي بيشتري مجلس النواب بيشتري الشعب اللبناني، وهي بيقدر يدفع لهم هيك فردا فردا. اصعب تاخذ وقت، اصعب تاخذ وقت واغلى. طب هلا في موضوع رئاسه الجمهوريه مطروح، صحيح، مين ان شاء الله، ان شاء الله مين مرشح تريسي شامون؟ ان شاء الله يكون في انتخابات. هل برايك فيه؟ برايي انا انه رايحين على الفراغ، رايحين على الفراغ طالما الوضع بسوريا بعده مثل ما هو، رايحين. ومن على من هو الرئيس المنقذ برايي داني؟ برايي تريسي نحن بدنا رئيس مسيحي قوي. شو هيك قوي؟ انه قوي بالشعبيه، قوي بالصلاحيات، قوي بالقرار. بس ما في صلاحيات. قوي بالقرار، قوي بالتفاهم، قوي كمان بالعداله. اليوم ما فيك تحل شيء بالقوه ولا بالعنف. نحن فهمنا انه مع الحرب انه ما في طائفه فيها تلغي الثانيه ابدا. هيدا ضعفنا بلبنان، بس كمان هيدي قوتنا، لانه تصعيد العنف والحرب اصعب مع وجود الطوائف الثلاثه. طيب شفناك مع وفد من ابناء واهالي معلوله بزياره لسماحه مفتي الجمهوريه. نعم. محمد رشيد قباني، شو اول شيء شو علاقه تريسي شمعون بمعلوله؟ شو المطالب اللي نقلتون؟ علاقتي معلوله انه بهمني موضوع امر مسيحيه الشرق واهالي معلوله، واللي صار يعني صار شغلي مش مقبولة أبدا. وانخطفوا الرهبات، وفي قصة كبيرة. بقى حبيت أنه إذا فيني ساهم أو ساعد بهذا الموضوع. فاتصلت بأصحابي ناس من معلولة، وأخذت موعد مع سماحة المفتي لنقدر نبلش يكون في حوار ديني بين بعضنا، لنقدر نفهم مواقفنا، وكمان نفتح عيونا على الوضع الخطر بالنسبة للإسلام بهالبلد، بالنسبة لهالتطرف، هالتطرف الديني يلي رح يعورنا كلنا بالنهاية. سيعور المسلمين المعتدلين قبل المسيحية. إذا عم بحكي عن التطرف الديني ككل، أو مسيحي أو إسلامي، يلي بيعور. نحن حابين إنه نجمع الناس المعتدلين. هلا انتم كمان يعني بالمجتمع المسيحي في تطرف ايضا، يعني وخاصه يعني خليني اقول لك شغله، ورثه اليمين يعني اذا كان حزب الوطني للاحرار او حزب الكتائب او حزب القوات اللبنانيه، في بقلبه كثير ناس متعصبين جدا للمسيح، وبعد اسوء من المتطرفين الموجودين بالمكان الاخر. انا بقول لك اياها بصراحه، يعني بدي نقول وجهه نظر هاي وجهه نظر هاي. شو بتقول اليوم للمسيحيين المتعصبين المتطرفين بحزبك مثلا؟ رح تعورنا. انا بقول انه هالتطرف بيعورنا، نحن دفعنا ثمنها ايام الحرب. حتى انت قلت انه زل حد اليوم بده يغير شيء بالعنف، يعني عشناها، ما بيوصل لمحل. وعشنا كل هالسنين الدم والخراب، ما فينا نعيد هالسنين بقى، خلاص لازم نلاقي غير طريقة انه نكون سوا. وما فينا نكون سوا غير انه اذا بنحترم بعضنا، تقاليدنا، ديننا، حوار بين بعضنا، ونحل المواضيع بعدالة مش بعنف. طيب اخذتي علم وخبر لمؤسسة داني شمعون، فيك تخبرينا عن المؤسسة بالذات؟ شو بتعنى؟
مؤسسة جمعية خيرية، مؤسسة بي كان مهندس فيها موضوع بيئة كمان سمعت ما هيك؟ في اليوم أكيد الموضوع البيئة من أهم المواضيع ومن أصعبها من أصعبها جدا، لأنه في عدم تفاهم بهذا الموضوع وعدم وعي عند الناس بموضوع البيئة كمان. صحيح. ومش بس هيك، بس بالمناطق الريفية يعني الضياع، وعم نشوف شفنا من زمان الهجرة للمدن. أكيد بدنا نرجع نعزز الحياة بالمناطق وبالقرى، ونشوف التقاليد، ونشوف كيف فينا نستثمر هالمناطق، او بالنسبه للبيئه او بالنسبه للزراعه. بس هذا الشيء بده على مستوى دوله مش على مستوى مؤسسات. ما كل المساعدات اللي جايه اليوم من الخارج، اليوم طالما الدوله مش موجوده الجمعيات بيحل محلها مؤسسات فرديه، مؤسسات عم تهتم اكثر. فهيدا الدور اللي فينا نلعبه، انه اليوم كيف فينا نساعد الناس بضياعهم انه يبقوا وانه يشتغلوا ويستثمروا. اللي رح تعمليه بمؤسسه داني شامون، هل هذا رح يكون مشروعك الانتخابي كمرشح على النيابه؟ لا، هذا مشروع الانساني. طيب انت مرشحه على انتخابات نيابيه؟ بتمنى، لانه ما عندنا غير باب المؤسسات نفوت فيها، البواب الشرعيه، لانه العمل السياسي اذا الواحد يضل بالخارج ما بيقدر يكون فعال ابدا. شوف علي او بعبده بكره بتشوف ما قررتي؟ لا ما قررت، ما حدا بيقدر يقرر حسب قانون الانتخاب. انت عارفه الظروف؟ يعني عارفه الظروف، يعني انت طبعا صرت انا عارفه الظروف، صرت جزء من الحياه السياسيه اللبنانيه. بتشوف ما فيك تربح اذا ما كنت حالفه وليد جملاط، بعلي ايضا ما في شيء بيمنع ابدا. طبعا اكيد ما في شيء بيمنع، لا بس عم بقول لك شو هيدا، هل معقول تكوني مكان دوري شمعون على ليستة وليد دجلة؟ ما حدا بيعرف، انا ما فيني احكي، ما فيني اسبق الموضوع. يعني خلينا نحكي بصراحه وبتفاصيل، هل وجود ريسي شمعون على لائحه وليد جملاط بتشوف تستدعي تحالف بين العماد عون وليد جملاط، ولا فيها تكون مستقله؟ ولا ما حدا بيعرف، ما فيني رد، ما فتوا بعض بالتفاصيل. ما اكيد بعلي ايضا، لانه حتى ما حكيت انتخابات ابدا مع وليد بيك، حكينا موضوع المؤسسة حتى أنت عم تزوري وليد بيك بطريقة دورية ولا بس بطريقة يعني هيك بالفرص يعني بس فقط؟ لا عم زوره مثل ما عم زور الزعماء التانيين. عم تحكي مع زعماء من 14 أدار؟ بتزوريهم؟ لحديت هلا لا، ما صار في اتصال بينه وبينه. مع حزب الكتائب؟ حزب الكتائب صار في اتصال مع سامي جميل. نعم. اجتمعتوا؟ اجتمعنا. كيف كان الاجتماع؟ جيد. شو رأيك بسامي جميل؟ جيد جدا، انه شخص ذكي وبيعرف حزبه، بيعرف الارضيه تبعيته، وعنده مخطط للبلد وناجح. عنده مخطط للبلد؟ عنده بلان يعني. عنده بلان، عنده رؤيه ومخطط. اكيد حزب الكتائب عندهم تصورهم. طيب وباب عبده، هل معقول تحلي مكان احد؟ لانه باب عبده في ثلاثه بيور حزبيين تيار، يعني هذا الامر اذا بدك اساسا الانتخابات منافسه، اساسا منافسه. أيه. بس هذه بري منافسه، بده يفوت تيار. مش منافسه، هذه بري منافسه، لانه يعني بدك تحلي، ما راح تفوتي بعتقد ضد مرشحي التيار، راح تكوني مكان احد مرشحي التيار. هل هيدي امكانيه وارده؟ هيدا الموضوع بده يندرس. وجه تحيه لدكتور ناجي غريب وحكمة ديب وقلاع عون، مش ما نعمل لكم مشاكل. حزب الله، ما قلنا لك الهيئه انه بدك تدير الحمله الانتخابيه بقى. انا بدي ديرها؟ بقلي الشرف. انا لي الشرف، لي الشرف دير حملتك. كيف علاقتك بحزب الله؟ في علاقه جيده؟ جيده مثل كل الاحزاب. نعم، لكن ليال المسؤول الاعلامي. لكن ليال المسؤول الاعلامي. بس انا فعلا فكره حلوه، لي الشرف كون الناطق الاعلامي باسم حملتك تريسي داني شامون. اهلا وسهلا فيكي على بلاتو حتاجي. مقابله كانت شو بقولوا براكتيكال، وان شاء الله انه هالسنه تكون احسن من السنه الماضيه، لانه كثير شفنا صعوبات. انا بتمنى لك كل الحظ، وبتمنى لك تلعبي دور ايضا بالحوار بين اللبنانيين. ليش عم بقول لك تلعبي دور بالحوار بين اللبنانيين؟ لانه بصراحه بدي اختم هالفقره بموضوع لفت نظري من 10 ايام. من 10 ايام كان في مقابله للزميل نديم قطيش مع الاعلاميه ديما صادق ببرنامج نهاركم سعيد، برنامج نهاركم سعيد على ال بي سي، البرنامج الحواري الصباحي الاحد، من احدين يعني، كان الاحد نهار 22 ديسمبر. شو تفضل وقال؟ تفضل وقال، وصلوا لمحل
عم بيحكي عن بيئة حزب الله الاجتماعية. سأل ديما إنه تحديها إذا فيها تعمل شوبينج مع أحدى نساء حزب الله، إنه هي ما فيها تنزل على الضاحية، وإنه 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 وحكي يعني تمييز اجتماعي وطبقي بفوق الوصف، يعني فضيحة أخلاقية. هلا للأسف الشديد يمكن ديما بوقتها ما قدرت كثير، ما استوعبت قديش هالكلام خطير. نحن ردينا عليه بالطريقة المناسبة. نحن بنرفض الطلاق مع أي فئة لبنانية، وخاصة مع فئة مع هالبيئة، بيئة المقاومة. وعملنا اكسبيرينس، نزلت ليال على الضاحية مع إحدى نساء حزب الله وعملت شوبينج بالضاحية وكان شيء كثير حلو. كيف لطشوك؟ حدا قال لك شيء ليال؟ ابدا بالعكس، استقبلوك بطريقه جيده، استقبال كثير حلو. كان فعلا اكسبيرينس كثير مهمه. ردا على كانه مهاجره على غير ولايه، على غير منطقه، على غير بلد، يعني كانه بدي فيزا او كانه مع يعني كل اللبنانيين موحدين، كل اللبنانيين واحد. فينا نعمل شوبينج بالضاحيه وبطرابلس وبتبالي. ما عملوا لي خصم. ايه هون عندي اعتراض. ردا على الزميل نديم قطيش وامثاله اللي بيحكوا زيت هذا الحديث in your face. هيدي بدي اختم هيدي الفقره بهالريبورتاج اللي عملناه من وحي الشوبينج اللي عملته ليال بالضاحيه. مشاهدينا الكرام، اول بريك بحلقه الليله وبنرجع. سؤال عن امكانيه التسوق مع نساء من حزب الله يحمل في طياته تمييزا طبقيا واجتماعيا، شو تعليقك؟ بتروحي بتعملي شوبينج مع مرت اكس، ما بدي اسمي حدا بحزب الله. طيب شو بتشتري جزادين معه؟ ما فهمت. فرضوا على حالهم أسلوب حياة يختلف عن بقية اللبنانيين. نحن وصلنا على الضاحية، بلشنا هون هيدا أول محل، والشارع كله هونيك. جايين نعمل شوبينج بالضاحية، لأنه على عكس ما العالم، بعض العالم تعتقد أنه الضاحية أول شيء منا جزء من لبنان، هيدا شيء فكرة كتير مغلوطة. أول شيء فتنا بلا باسبور، والشوبينج فيها مش بس في كل المحلات بالرخص. خلينا نبلش نشوف ضاحية لكل لبنانية. ضاحية لكل واحد لبناني. ضاحية بالخير. هي شو 1000 أو 100؟ 100. أعطينا تنروح نشتري فيها كم شغلة. بدك تدلينا على محل هيك يكون ببيع تياب سبور لإلي؟ بهي هون شو في هون؟ هيدا مشان عيد الميلاد ملبسينهم احمر. فيك تروحي تعملي شوبينج مع مرته لا اكس مسؤول بالتيار الوطني الحر، بتتفقي معه بتختلفي معه. فيكم تروحوا على باريس تنقوا جزادين، تنقوا بيستيه، تنقوا هوليك نمط تاني، نمط اخر ما له علاقه في مود في، يعني في كيف بناكل، كيف بنشرب، كيف بنحكي. شعليها. ما نحن مساعدين، شعليها شوي حرقي اكثر. كذا الفستان الاحمر الطيات على الليترين شو سعره؟ 75. ضروري البرنامج انت ايه طبعا كلنا بنحضره هون. الكبير ولا الصغير ولا كيف انبسطوا ليك؟ شايف يا حبيبة قلبي، هي الضاحية جزء من هذا الوطن، بيستقطب كل الناس. وبعدين بالنسبة لهذا الطايش اللي بده قطش لسان، ما تأخذيني، يمكن نسبة الغير محجبات والضاحية أكثر، ما له علاقة. شو
فكرة؟ نقطع السطر خلصنا. بعد البريك عودة لتاني فقرة من حلقة حرتاج الليلة. تاني فقرة موضوعة مسرحية كعب عالي. مسرحية كعب عالي من بطولة عمار شلق، طلال جردي، ريت حايك، ونسرين أبي سمرة، تعرض على خشبة مسرح مونو، وهي ممنوعة لتحت عمر 18 سنة لأنه تلقي الضوء على دوافع التحرش. ما لحظة، وتلقي الضوء على توافع التحرش الجنسي والتحكم بالنساء واستغلالهن وحرية القرار. ضيوفنا الممثل الصديق طلال الجردي، الممثلة ريت حايك، والمخرج الصديق جدا أيضا جاك مارون. خلينا هيك مع أنه نبلش نحكي دغري عن المسرحية بدون مقدمات، لأنه المسرحية ما بتتحمل أنه نضيع ولا ثانية نحكي عن غير شيء. أنا حضرت على المسرحية وعندي كتير أمور بدي أسألكم عنها. خليني بلش ليديز فيرست، خليني بلش بريتا. أو شيء كيفي؟ أنا قلت ليديز فيرست دلت على جاك، أنا قلت شو صار معه؟ ليديز فيرست، أنا بلش ليديز فيرست. لا لا، عم بستأذن من جاك لبلش ليديز فيرست، عرفتي كيف؟ تفضل. ريتا، اكيد انت اليوم اللي هيك شو بيقولوا محط الانتباه ومحط الانظار لنسالك عن مسرحيه كعب عالي، لانه مسرحيه جريئه لا شك فيها. ولما تكون المسرحيه مقتبسه اقتباس. انت مطوله بالقعده بعد ما حكيت شيء، الله لا يقطع حدا. هي اول كيف صارت من مقاطعات بعد ما قال مرحبا لك بينه طيب. اول سؤال عم بساله اياه للمخرج. تفضل يا استاذ. وحيد الله فرضين علي فرض، مع بالكم خبرتونا هالموضوع. ما هي من جزي من ايتوله هي، وعرفت كيف، لانه من جزي فرضين عليها. ريتا مسرحيه جريئه قلنا. كل وقت لريتا فيك سرعه. المسرحيه جريئه، لما تكون المسرحية جريئة دائما اللوم أو الأنظار للممثلة، لأنه أنت اللي عم تلعب الدور الأجرأ. ريتا حايك ممثلة بمسرحية لدون 18 سنة، ممنوعة لدون 18 سنة، كيف موقفك؟ يعني كيف حاسة حالك؟ موقفي صراحة أنا ضد هيدا القرار، ما بعرف تبع 18 سنة. مين طلع فيه القرار أول شيء؟ الأمن العام؟ أكيد الأمن العام. ونحترم قصدي رأيهم، بس أنا ماني مع إنه في يكون ضد، لأنه سوري التينيجرز هلا عم بيحضروا قصص على الإنترنت أدرى من رح يشوفوا. مش عم يحضروا التينيجرز، عم بيعملوا قصص أكثر بكثير. بس هيدا بس هي الحجة اللي دائما هو على الإنترنت صار في كل شيء، بس ما هيدي إنه هون بده يروح على مسرح يشتري تيكت يفوت يقعد وبلش يحضر. بمعنى هالقد أكسسبل، ليش بتخليها مسموحة؟ لك حزرك لك انت حضرتها انت بتلاقي انه في حضره ملخص صغير ملخص صغير شفناكي بملابس داخليه. لا ما هذا شفناكي بملابس داخليه، شفنا بوسات مداعبات. هلا انتبهي، الجرأة منا مبتذلة، بس الافلام اللي بيحضروها. لا لا 100% الجرأة منا مبتذلة. هلا خليك الجرأة منا مبتذلة. انا ما ولكن الجرأة حتى لو منا مبتذلة هي جرأة. طبعا اول شيء ما بتخاف، يعني بتعرفي انت العالم اللي بتحضر مسلسلات ولا مسرحيات تطبع دائما شخص بالدور، يعني بتصير بتفهم علي طلال، يعني بتصير اذا لعبتي دور شرير دائما الممثل بيعاني منها، بيلعب دور شرير بشوفوه العالم على الطريق بيسبوه بيعملوا ليبلينج. ما بتخافي يعني انك تصيري ليبلد انه انت هيدي المره يعني انت حتى دورك جورجي بالمسرحيه نايم مع كثير رجال. مزبوط، بنت متحرره وعندها علاقات مع متحرره. اوكي، اذا النوم مع كثير رجال يعتبر تحرر. لا عندها عده بس... علاقات. لحظه بس عندي سؤال، خليني اجاوب على سؤال. تسال لي مليون سؤال. يلا ورا بعض. اول شيء قلت كومنت كثير مهم، وانا من هول من احلى التعليقات اللي عم بسمعهم، انه عم تقول في جرأة بس مش مبتذله. وخلص بالنسبه لي وصل ال يعني اهم شيء اهلي يكونوا وصلت الفكره من هنيك وبالرايه. اهلي صاروا حاضرين مسرحيه مرتين. كنت بدي اسالك اهلك عارفين؟ مش بالمخفي، يعني مش بالمخفي. مش بالمخفي يعني انا اكثر تعليق عم بحبه وعم بنبسط فيه انه الناس بتخلص المسرحيه ما عم بيعلقوا على انت عم تقول ملابس الداخليه او البوسه او المداعبه، عم بيعلقوا على النص، على القصه، على العلاقات، عم بيعملوا ديبايات، عم بيتذكروا اشياء عاشوها بحياتهم بعلاقاتهم. ما بعرف اذا انت على كل عم يعملوا ايدنتيفيكيشن لقصص. بس خليني اقول لك شغله، انا هذا انه كان كثير يعني يشكر الجهد اللي عمله جاك. طبعاً يعني طبعاً. بس تحضر المسرحيه ما فيها موضوع واحد، فيها العلاقات. مزبوط. فيها الخيانه، فيها التحرش، فيها التحرش، فيها كل اللي فيها شخصيه طلال. شخصية طلال المحافظ، ولكن بذات الوقت عباله يعيش هيدي التجربة. فيها كتير تجارب. لا عم شوف فيها بس بنتين، بنتين وتحرش بس على بنتين. لا ولا هي بنت وحدة يعني بنت وحدة.
والثاني بتكون صاحبة المتحرش يعني هيك شيء. بس بدي اجاوب بس شغله لانه في كمان في سؤال ثاني سالته بالكيلو اسم الله ثاني واحد بس عن قصه الليبلز. انا ما عندي ابدا مشكله لانه انا ما بحب يعني انا ضد خبريه انك تحط الممثل باطار وتقول هذا ممثل طبع بادوار جريئه. قد ايه بتشبه الجرأة؟ لان انا الجرأة كثير في كثير قصص مشتركه كثير بس لبس اللانجري بس ايه اذا بدي مش بوكسر يعني بس بدي ايه كفي لا بس على قصه الليبلينج انا الجرأة بالنسبه لي بهالمسرحيه بعد اكثر من اني طلعت باللانجري او هالقصص اللي انت ذكرتها اللي هي التفاصيل كثير صغيره بعد في جرأة انه انا كنت عم بتزلط مش بس قصدي جسدي معنويا انه ايه انه عم حط حالي قدام الجمهور. هلا انا سمعت قبل ما احضر المسرحية روح دار ريتا وحشت مسرح قالوا كلمه الوقت فعلا كنت وحشه على المسرح. هلا كلهم كانوا خوش يعني بس مع انه معك يعني انت انتبه اليوم يعني اليوم اذا بدي اقول طلال ولا عمار طلال وعمار صاروا اوريدي اصحاب خبره صاروا وحوش يعني براندد انت عم تكتسب الوحشنه شوي شوي. جاك ليش ريتا لهالدور؟ ريتا عملت كاستنج كاستنج تقبلي تعملي كاستنج بعد هلا طبعا شو هذا المفروض اصلا بس ما لا مش دارجه عنا الكاستنج كذا حدا عمل كاستنج غيرها 16 شخص يمكن معروفين كمان كلهم معروفين وقال محترفين معروفين ولس معروفين ما بيلبق الدور غير لريتا لكن في يلبق لكذا شخص ما قنعتني ريتا وقنعتنا بقصص كثيره مش بس بموهبتها في شيء ما بيتفسر يعني في شيء الواحد بيحس بياخد ريس كمان يمكن تعمل تشويس الغلط بس عملت شيء قنعتني انه هيدي الشخصيه لبقت لها لانه هي اصلا متحرره بالحياه الخاصه مش بس وبالتالي عندها الاستعداد لشغل المسرح هو متعب شغل المسرح بياخد وقت طبعا بياخد منك يعني. كثير وكان عندها هيدي الباشن كان عندها انرجي كان عندها حياه انت بالاصل تلميذه مسرح ولا تلميذه سينما؟ لا انا تلميذه بوزار خريجه معهد فنون ودرست بامريكا كمان ايه مزبوط يعني. طلال اول شيء اشتقنا لك انا صار لي زمان ما شفتك هيدي ثاني مسرحيه تحت اداره المخرج جاك مارون قد ايه اول شيء يعني قد ايه الشخصيه اللي انت بتلعب شخصيه اندريه قد ايه شخصيه اندريه بتشبه طلال ما بتشبهك ابدا قد ايه كان عندك صعوبه تلعب هالازدواجيه لانه اندريه كان عنده ازدواجيه كثير وقعدنا فتنا بمناقشات كثيره و500 قلبه وبعدني اوقات لهلا بقلب من عرض لعرض دائما في عندها مساحه هالمسرحيه انك تكتشف فيها دائما وانا بنصحك اذا حضرتها مره بنصحك تحضرها مره ثانيه في بتحس في ابروتش جديد للخبريه ولا يعني عم بيكون عارف عن شو بدها تحكي احسن ما تصير عم تكتشف اوفير يا مزور حتى بتلاقي الابروتش مختلف يعني عم نهجم على المواضيع بطريقه مختلفه بتصير بتعدلوا فيها يوما بيوم نو ما النص هو ذاته بس عم نهجم على دائما بيتعدل يعني الموضوع عم نقاربه من زاويه ثانيه اذا بدك من طريقه هجوم كاتاك على بعضنا او واحد يكون مريخ قدام الثاني بتحس فجاه قلبت الموازين من هون لهون او من هون لهون يعني بتحس عم تبرم هالطابه كل يوم طيب ولا شيء من دور اندري يعني هذا الرجل المثالي بده يغير العالم انت مثالي بدك تغير العالم او بتنسق لعواطفك يعني ولا شيء ولا واحده منهم كل واحد عنده كثير من اندري بس الديبندز قد ايه انت على سكيل من 1 ل 100 عندك من اندري بعتقد كلياتنا عندنا من اندري بس على سكيل من 1 ل 100 يمكن انت عندك 90 يمكن عندي 70 تظهر جاك ما عنده صفر جاك بتظهر صاحبة رفيقك بالحياة بتعملها بتظهر صاحبة رفيقك ما هيدي مثلا وحدة من الشغلات ما بتزبط هي ما عملتها قبل؟ ما بتزبط معي قبل ما تتجوز والله بعدني عمرك اطول من عمري بعدني من ابرز صوب ليالي اللي سألت رأيك بالموضوع اندري امريال ايه اندري ليال عندها بتظهر مع مرت صاحبها طيب بس قد لبكتيني عن جد كان عبالك تلعب دور عمار دور ايدي كنت بتفكر انك تلعب دور هذا اللعوب بمرحله من المراحل قبل ما حتى نبلش ببروفات المسرح قبل ما يكون في بعد كاست كامل كنا بعدنا نحن انت كنت اول واحد كنا عم نحكي مع كنت الاول وبعدين اجى عمار وبعدين لما اجى عمار كنا باحدى الجلسات هيك عم نشرب كاس وعم نقرا المسرحيه ونشرب كاس وعم نتسلى يعني فواز طلعت براسنا انه بركي بنلعب حفله هيك شو كنتوا عم تشربوا مبروك كان
نو نو صعبة وعدنا فكرنا فيها انا ما عرفت فيها بس واز بعدين تصور انت تلعب دور اندريا مثلا هارفه تلعب دور ريتا لا بس انت يعني هلا هشام شايفه بيعرف عمليه كثير معقده كان انه كل واحد يلعب دور الثاني شو معنى كومبليتلي مختلفين بالضبط جاك قديش عمار بالحياه العادي هو الجاجل اللي قلبه طيب يعني هو حرام ببين اول شيء هذا البلا اخلاق او شيء بيطلع يخشي كمان قلبه طيب قديش انا كنت بدي اساله اياه له اليوم للاسف شديد لظروف قاهره ما قدر يكون معنا بس قديش عن جد عمار هذا الجاجل اللي قلبه طيب لانه عمار عند النساء معروف جلد. انه جاجل وقلبه مش طيب بادواره انه بلا قلبه طيب بس بهيدا لعب دور اللعوب بس انه اللي عن جد عنده هيدا الكوتيل الحساس طفل صغير سويت هارت ايه هي جورج بتدجن الناس ليك انا بخبرك عنه ايه قد ايه بيلبق له الدور لعمار لا قلبه طيب عمار ما بيلبق لطلال كان موجه له تحيه ما بيلبق كان لطلال بلا كان فيهم يلعبوا كان في يلعب الاستاذ كان فيهم يتبادلوا يعني مش بس اخر شيء ايه قررنا انه طلال يلعب الاستاذ وعمار يلعب المحامي الجاي طلال يبدو هالثنائي اللي عملته انت وجاك عم بينجح يعني باول مسرحيه نجح بثاني مسرحيه عم ينجح واليوم انت الى حد ما يبدو انك عم تركز على المسرح مبتعد عن المسلسلات الدراميه يعني انه قليل هل برايك هيدا رح يكون خطك يعني حتضلك هلا بعيد عن المسلسلات انا كنت بتمنى من زمان اني بس اشتغل مسرح ما اعمل يعني هلا بحب المسرح مش بس انا بحب المسرح لانه كمان تلفزيون ما دائما عم بيكون هالقد موفقين المسلسلات صراحه يعني ما بتحضروا اشرقت الشمس على فكره هذا المسلسل في كفي معه حديث بعد امرين بس تنشوف رايك على السريع لانه ايه ما حاعطي رايي اعطي رايي لا 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 أوكي. بس anyways يعني ما دائما بتكون الاعمال او اذا بدك ما دائما عم بيطلع دور بتقول اوف يا ريتني انا هالدور اللي لعبته او يا ليت هالليل عم تحضر شي مره بدي احكي عنها هلا وعم بتقول يا ريت هالمسلسل انا لعبت فيه دور ما بعرف شو ما دائما يعني قليل نادر ما تطلع بهيك عمل لذلك انه ما بتلاقي عم بيروح عليه كثير قصص على التلفزيون يعني بس على المسرح عندك مساحه كثير يعني حشوف ثالث ورابع وخامس مسرحيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا الوضع بالبلد دائما عم يسمح لنا طبعا لا بس يعني. يبدو عم تشتغلوا يعني الحمد لله وين انت انتقلت من سنه من التلفزيون للمسرح كمان لا شك انه متعه المسرح مختلفه عن اي متعه ثانيه يعني وبفضل انه يعني على بالي اخذ غير تجارب مسرحيه ايضا وايضا وايضا لانه عن جد حلوه التجربه المسرحيه ريتا سؤال صغير كمان حكيته بالمسرحيه عن هيدي يعني هاي لفتت لي نظر كثير النساء اللي بيستعملوا الجنس ليوصلوا لمراكز شغل لمراكز عمل لمصاري لا وغيره وغيره بتعرفوا هيدا بتعرفوا هيدا الكا موجود كثير صار طبعاً. يعني اليوم اسهل طريقه للوصول عند بعض النساء هو النساء الجنس والرجال انتبه يعني ما بدي بس نحكي عن النساء بس بهالمسرحيه بالذات هذا الموضوع المطروح ومثل ما قال جاك هي اصلا موضوع المسرحيه الاساسي كمان هو السلطه يعني كل واحد عم بيجرب بطريقته هو يكون مثلا اندري بثقافته بذكاءه بمعلوماته ايدي بمحتلته نسرين بمصرياته محتلته ما كلمه مش موجوده عربيا ولكن تفسير على فكره هالمره الالف اولى هيدا من امه دارج عربي دارج ما بتنقال محتل لا العربي دارج بتنقال احتياله ريتا احتياله بتقول طيب مش بس بتنقال محتلته بتنقال بالانتخابات وجورجي الباور تبعها مثل ما انت قلت كمان اكيد يعني بتستغل السكس ابيل تبعها جمالها مش سكس ابيل بتعمل ريليشن كمان ريليشن كمان اكيد اكيد وهيك صار بالمسرحيه كمان يعني كان بدها تقهره لا فعمل راح انا رح اسكت لانه جاك لا انا عم بقول انا بدي اشكرك هشام لو بنص الحلقه بعدنا انه اتليست نحن من القليل اوقات بنعمل مقابلات انه بتكون الناس حضرت مسرحيه وهالقد فهمت المسرحيه وعامله عنا اسئلتها ومحضرتها فانا بتشكرك هذه النقطه بلس انه بتشكرك اكثر انه بلشت انت من نقطه يلي هي اقل شيء نحن بتاثر فينا المسرحيه اللي هن قصص الجريء او ما بعرف شو كذا وفتت على القصص عن جد اللي بحاول عم بتحاول المسرحيه توصلهم هو مش لانه اللي يعني هو الشيء النافر بلشت بالشيء النافر الاعلام يب. هي هو على فكره معكم حق يعني امور جريئه كثير ثانويه بالمسرحيه هي اذا بدكم سبايسز اللي بتساعد القصه بالزبط. لكن الاعلام بيهمه يستعمل القصص الجريئه معي مشكله خاصه هون انه اليوم المشكله انه صوره عند الناس انه هلا هي هالمسرحيه الجريئه ما في غير اشياء بتعيش او بيصيروا له هالمسرحيه
تبع اللي ريتا بتشلح تيك. برافو عليكم. هيك بيصير العنوان. هيك بيصير. يعني ما بيحفظوا من كل شيء. إنه أنت ما خفت تضيع القصة بهالتفاصيل يعني. منيح عم تكتب جريدة أنت. العنوان العنوان مسرحية اللي ريتا بتشلح فيها تيابا. إيه لا ليك استعملها بعد شهرين ثلاثة أربعة. تتعرع على هون. كل شهر أعطينا عنوان جديد. في وشي. في أعطي الإذن بهالعنوان ولا ما بيطلع؟ لا لا ما فيك تحكي مع الصحافة. 100% ريتا حايك تتحرى على مع تتعرى معي ولا تتعرى على مسرح. رح ارجع اسالك قديش القصة عم بتضيع بهالاشياء اللي عم بياخذوها الصحافة. لا بدي ارجع على نقطتك السابقة تبع المغامرة. انه اذا كنت لو كنا خايفين انه ما كنا عملنا هذا العمل، نحن اعتنعنا فيه، اكيد في ريسك بدك تغامر، والريسك كمان انه ما تعمل جرأة او تقدمه بهالطريقة بس كرمال يكون جريء ويجيب على هلا الناس يمكن عم بيجوا منهم عم بيجوا لانه عم بيسمعوا هيدا الشيء، بس الليل اللي عم بيفلوا من المسرحية من وراء هالشيء وعم بيتذكروا هيدا الشيء لانه عم بياخذوا مساجات. لا لا ما حدا فل يعني عم بيتذكروا مثلا فنجان الشاي اللي بتكرر عن الشاي. بعمل لك شاي؟ بتتذكر قصة الشاي؟ شاي ما كملت اسألكم، انتوا عم تشربوا ويسكي بالمسرحية مزبوط؟ لا 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 الممثل ما بيشرب كحول بالمسرح. ما بيشرب كحول على المسرح. ورا بالكواليس. ورا بيشرب كيس. هيك الضحكة يعني ما ادري. ايه اكيد بدنا ناخذ ريسك، ما فيك ما تاخذ ريسك. بس هو الريسك مش انه العالم تنقزل، الريسك انه يمكن هلا يمكن في عالم هلا ما رح تروح تحضر مسرحية لانه سمعوا انه فيها طبعا. وهيدي بنحترم كثير. انت بلشت بشغلي انه الانترنت والعالم عم بتقول لك كنت، قلت لها ايه بس هذا ما ببرر. نحن مثل السينما، انت عم تدفع لتجي تحضر، فنحن ما عم نتطفل عليك على البيت مثل التلفزيون. التلفزيون خطير، عم ببين عليه قصص كثير أسوأ من ما بين عنا بالمسرحيه، وهذا تلفزيون. يعني انت فايت على البيت يمكن ولد صغير قلب وامه عم تتحمم وقاعد عم بيحضر شيء ما لازم يشوف. امه عم تتحمم حلوه مش عارف. انا محل فوت بتفرج على امه عم تتحمم. ليك هيدي لا مش معقول. بس كمان ما فينا ناخذ قصص منحرفه. رمز الانحراف الوطني. ما فينا نشيل قصص اوت اوف كونتكست كمان يعني. لا طبعا طبعا الناس ما رح تسمع هيك. لا منه مجاني. لا طبعا طبعا تعرض منه مجاني. يعني نحن ناطرهم للناس بس لحتى ما يفهموا غلط، لأننا مركزين على ذات الموضوع، ناطرهم بعد اكبر بكثير واعمق من الاشياء اللي ناطرهم. مثبت كمان. كمان انت اكثر شيء حبيته هيدي. ناطرهم مثبت بس كمان. كانوا بمحلهم؟ ما لقيتهم بمحلهم؟ لا ما هو الغريب عن جد انك تسمع مسبه ما تحسها بالجير او ما تعلق عليها تمرق دون سياق الحديث، هيدا الشيء الحلو بالموضوع انه بتسمع المسبه ما بتحس بتحسها ب ب ب بمحلها يعني. طب شو رايك انه في شاب وملوي هدومه؟ تنفهمك انه ملوي هدومه يعني عم بيحكي معه وكذا فعم بيتناقشوا بعد المسرحيه، ما انتبه انه ظهرت مثلا هي بالاندروير تبعه. ما انه ملوي هدومه هو لانه لا لا عن جد بس انه يعني تاخذ بالعمل لدرجه انه بدك تحكي شيء صراحه يعني لانه فيزيكلي ريتا منا فولجار يعني بالضبط. سوري هيدا كانت احد الاسباب الرئيسيه يعني مش انه عامل هيك عن جد. بس برافو عليك هشام انك اثرت النقطه. لا اكيد لو حدا هيك مثلا ما في يكون مش كنا ما عملنا هالشيء اصلا. كنت تصور انه هيدا انه كنا ركزنا على غير شيء. لا ما مش انا انتبه يعني. ريتا انت انت يعني عاده جريئه بتقولي انا مع المساكنة وبكل مقابلاتك ما رح ارجع عيد هذا الموضوع، بس بتقولي تحرشت تعرضتي انت للتحرش بحياتك شي مره؟ اكيد. تعرضتي للتحرش؟ طبعا. هل اليوم فتاة بلبنان عم تتعرض للتحرش غالبا؟ بحس الاكثريه ما تطلع فيي انا قطعت يعني ما بتزعل معك. انا كنت متحرش. لا انا عم بتعب بكل شيء ثاني. متحرش فيه مش 20 سنه عادي. لحظه بس هي كان بالقلب عم بتقول اذا انت تحرشت. ليال المتحرشه ولا مره كان متحرش. متحرشه جدا اكيد بيشان ما فينا نتخبى كمان وراء عن جد. اليوم مجتمعنا المره خاصه بالمجتمع هالقد ذكوره يعني. بس على المرأة اللبنانية صار التحرش اليوم بلبنان غالب يعني موجود هالقد؟ ما بعرف غير نسوان مش اخذ شهادات حياة. بس انت بحياتك هو بالنهاية اكزامبل. طبعا عم بحكي عن حالي وعن انا والدومين اللي نحن فيه وهيك. تعرضت كذا مرة واكيد يو هاف تو ديفاين شو تحرش جنسي. لان مثلا عرض بالمسرحية عرض العشاء وبعد العشاء في شيء اكيد يعني منتجين ما مين؟ لا لا رح اقول لك ايه بس ما رح سمي. بس بدي اقول شغله كمان انه بالمسرحيه ما نحن النقطه الاساسيه اللي هي التيرنينج بوينت تبع كل مسرحيه انه تحرش لما فيه. لما تيجي تقول له جورجي لا اندريه تحرش فيه الا شو يعني شو عمل؟ قلت له انه هددني بال شو يعني تحرش؟ لا في الى عده
ايه يعني مثلا هون هددني انه هو في يغتصبني، هيدي بالنسبه لإلك انت تحرش، بس هو ما دق فيها. هاد اذا في ناس التهديد هذا شي مره هددك بدور او بمنصب او هيدا اذا ما بتعملي له خدمات جنسيه، عم بحكيك انا بالحياه لا بالحياه مش لا. هيك بس بغير معنى. شو ما شو قبل. شو شو انه بيعزمها على عشاء وكذا. شو التحرش تعرضتي له بحياتك؟ هيك تحرش انه مثل ما بيقولوا يعني مقابل خدمات معينه فيك فيها اعطيك قصص حلو بدك اياها. اي طبعا شو لازم في غيرك استجاب برايك؟ في اليوم ناس يصطفلوا في ناس اليوم حاملين لواء النجاح اليوم بلبنان وصلوا هشام هو هذا موضوع فضل ما احكي عنه لا كل حدا يصطفل بحياته يعني انا عم بحكي عن انا لا طبعا وجاوبتك بكل صراحه انه لا لانه تم اثاره هذا الموضوع من فتره ايه صحيح وخلص وعمل ضجه 100% بكفي الحكي اللي حكى وقته في حدا يصطفل في صحفيين عم بيهاجموك عم بيهاجموني ايه قريت كم ارتيكل هيك انتقدوك فيه ما قال لي انا ما عرفت لان انا بعد ما قريت شيء بهيدا الدور عم بيهاجموها اي اروعي ثاني صحفيه ما حكيت شيء ما زال فتحت الموضوع ما لي عبالي احكي فيه عبالي احكي فيه انا اول شيء انا صحافه بيكتب اسمي كاتيا حرب بدل ريتا حايك وبينتقد ما بتكفي اقرا المقال يعني هي منها كريدبل ما في مصداقيه من الاساس مش جايبه اسمي انا المزبوط حتى اسم حدا ثاني وبغني واسم الشخصيات لا ما بتمثل حتى مش كاتيا سراك يعني كاتيا حرب كاتبه اسمها كاتيا حرب بتغني انه منتقدتها بهيدا الدور خاصه بالتمثيل يعني ما انتقدتني انا بدي اقول شغله هذا المقال ما حكيت عني شخصيا انا بعد ما قريت هشام اذا قريت الا لا بحب اعرف بعد ما قريت ولا مقال كان في انتقاد قصدي سلبي او حكي عن شيء معين بس بهذا الموضوع بالذات هي اروى ما حكيت عني شخصيا بس انه كتبت اسمي غلط وكتبت اسم احد الشخصيات بدل ايدي كتبت اندي انه لحظه بس صحافه يعني بالتوارد بدي وبدي اعطي اصلا there's no way to compare ما عم بقول انه عم بقارن بس محمد حجازي مثلا كتب اسمي تحيه لمحمد حجازي وكتب مقال حلو كثير كتب اسمي ريتا الف حايك انا بي اسمه الياس يعني مش حد يعني ليك قديش دقيق هذا معه اخراج الايد بده ينتقل عم بيعمل يكون دقيق يعني ايه بس انه ليك الانسان اللي عنده مصداقيه واللي بدقق بمعلوماته قبل ما ينتقد قديش بتنبسطي اكثر تقلي مقاله يعني انا بلشت شفت اسم كاتيا حرب بطل لي نفس اقرا المقال يعني طيب لو كنت بالحياه العاديه بهيدي بالحياه كنت نقيتي ايدي ولا اندري جاك انا بقول جاك انا قطع ليه جاك على الزواج انا قطع بحياتي ايدي واندري اوف ايه وما انا اين حدا منهم بعلاقات طويله ولا بعلاقات ايه بعلاقات طويله بعلاقات طويله وما انا اي حدا منهم لا بحس يمكن البالانس او الحل الوسط يمكن هو الانسب هل ايضا فضلت المسرح على الدراما يعني انا كثير يعني ها اول تجربه لإلي من هالنوع هالجانر انا اشتغلت قبل دون كيشوت مع الرحباني بس كان غير جانر والتركيز ما كان مثل هلا علي وعلى التمثيل فغير دنيا غير يعني هلا طلال عم بيحكي عم بيقول انا يا ريت فيي كل سنه اعمل هيك عم بحس انا هلا زيت شيء كثير على بالي كل سنه اعمل هيك دور واشتغل هيك نوع مسرح لان غير حياه غير دنيا طلال انت عازب ما هيك؟ نعم المسرحيه بتشجعك تبطل عازب ولا ما بتشجعك؟ ما رجع يعني منا ما لها علاقه بالموضوع لا ما لها علاقه ما بتتاثر بالقصه او بالدور اللي عم تلعبه لتقرر اذا بدك يعني شيء انت عازب بس على علاقه ولا نعم. على علاقه نعم. ايه ما حسيت انه العلاقات اليوم بلبنان اصبحت معقده؟ فيها كثير من المصالح كثير من الماديات وقليل من العواطف الحياة كلها صارت معقدة هلأ مش بس بلبنان بكل العالم يعني الدنيا هلأ منا مثل بالسبعينات أو بالستينات يعني غير شيء بالمرة أنت تعتاش من التمثيل ما هيك ويعني إيه إنه كل برودكشن بيأدي التمثيل لتتجوز صراحة فيك تزبط وضعك إيه؟ فيك تزبط وضعك أنا إمتى بنفرح منك يا طلال قريبا إن شاء الله تيتا يعني. الوالدة عم تقول لك إمتى بدنا نفرح منك طبعا حضرتها للمسرحية طبعا كيف لك شو رأيها فيها كان حبتها هي كتير حبتها حبتها كل مرة بيكون عندها ملاحظات شكل نظرا للي قلت لك إيه إنه نحن دائما إلها علاقة بالجرأة يعني ولا لا 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 بتروح أعمق من هيك ما بتوقف عند هذا الموضوع ما بتوقف عند هذا الموضوع أنا بدي أشكركم على المقابلة يعني تصور انه واحد بحب يستضيف طلال لوحده يستضيف ريتا لوحده اكيد جاك بالكواليس يعني وبوجه تحية ايضا لممثل نسرين ابي سامرة نعم. لانه طبعا ولا عمار اكيد يعني وكل فريق العمل لكل فريق العمل اللي معك فعلا مسرحية عن جد انتاج مين جاك شخصي شخصي ومحترف الممثلين اللي اسسناه من سنتين اكترز وركشوب
دي مزيد من المعلومات المسرحية على مسرح مونو. ما قلت له الاتصال خميس جمعة للحجز. جمعة خمس ام جبة للحجز للحجز الاتصال على 01 نو على الفيرجن. فيرجن على الفيرجن بيحجوا من الفيرجن. بعد ليال بعد ليال ليال برضه الفيرجن مش 01 كنت بدي اقول انه واحد بيحب يستضيف طلال لوحده، طلال جردي لوحده، ريتا حايك لوحده، او جاك مارون لوحده. طلع لي اليوم باكج ثلاثه من على العيد مسرحيه كعب علي، تاثيره ايجابي على البرنامج كعب علي. يطلع لي هالباكج اللذيذ، مسرحيه حلوه، المقابله كانت كمان حلوه. بنصح كل المشاهدين يروحوا يحضروا مسرحيه كعب علي. مشاهدينا الكرام، بدي اخذ ثاني بريك واخر بريك بحلقه الليله وبنرجع. بعد البريك عودة لآخر فقرة من حلقة حر تأجل الليلة 1-1-2014. خلصت 2013 وبهالفقرة رح نتذكر فضائح 2013 ومين أشهر من دكتور الفضائح الأول بلبنان The Diva of All Media إلي باسيل، الضيف السنوي بيجي مرة بالسنة كل مثل بابا نويل. بابا نويل بكاستين بيجي مرة. أول يوم بالسنة نبلش منيح، نبلش منيح الفقرة، نبلشين الفقرة منيح. مين رح يخبرنا عن فضائح 2013 غير إلي باسيل؟ بينتروك هيك بهالفقرة أول حلقة بالسنة ليسمعوا ليتسقفوا. أول شيء I miss you guys كتير، وحيطلع لكم فقد بشكل مش طبيعي. وأكبر حدث شعارك أنا دخل شعارك. وأكبر حدث كان من دون أي منازع كان ولادة ولادة أجمل طفل يلي هو طفل ماركو، ماركو حداد طبعا يعني. ابنك ابن يلي منوجه له أطيب تحية وإن شاء الله يا رب يتذكرنا. وجاب بنت قبله لمالا هشام، وماهر جاب أيضا هلأ ما ماريا أنجلا. بس ماهر ما تبعني بالتفاصيل، بينما ماركو شفناه بالصور، شفناه على الواتساب. ماركو بلش معك من هلأ. حلو كتير، 100%. طيب بس خلينا نفوت إلي، أول شيء بدي أشكرك حبيبي، ثانك يو. خلينا نفوت بالفضائح اللي صارت. بدنا هيك نمشي أول شيء على السريع بالأشياء اللي حطت على كل الويب سايتات. هول يعني هول منن، هول أحداث أكثر من فضائح. رح أقول لك باختصار، باختصار كثير تام لأن كثير تعذبت صراحة. بس أبرز فضائح 2013 كثير اختصرت الموضوع، جربت قد ما فيي قد ما فيي لحتى بعرف إنه وقت كثير محدود مفروض. ما بدي احكيك عن اخر شيء هلا عم يتناولوه الراي العام او الوسط الفني، بس هو طبعا هلا نوصل له. في عندك سيمو اسمر طبعا، القضيه تبعيته قضيه البخري سيمو اسمر كانت قضيه. شو اخر تفاصيل؟ اخر تفاصيل انه بعدها مثل ما هي وصحته كثير تعبانه وبعده من حبس لحبس، ما راح يطلع قريبا، ما عم بيقدروا يتوفقوا انه يطلعوه باسرع وقت لان ما عم بيلاقي حدا مين ممكن يشتري فيلا تبعيته بخمس ملايين لحتى يقدر يدفع التشيكات البلا رصيد. اوكي، بس تخلص من موضوع جريمه القتل. نجوى كرم من الحين بركات. لا لحظه. أوكي. عندك نانسي افيوني كمان تاجيل اربع مرات، خد شوي الوسط الفني، بس اخر شيء عملت اللي براسها وتجوزت العريس اللي بدها اياه وكله كان تمام. مبروك. فضل شاكر كفنان كمان عمل اجواء كثير سياسيه على فنيه ما كانت مستحبه ابدا. عمل اغنيه للسيد المسيح اخيرا. ترنيمه. مش غلط ابدا، نحن عم نشكره على هيدي اللفته. لفتة مش ناطرينه طبعا عليها، بس انه غير مغفوره خطايا عليها. مش رح تقدم انه لا تقدم ولا تأخر، بس كتر يعني خيره مش غلط، زدت خير. معقول بكره يعمل راهب يعني انه نقل نقله؟ لا تركيها تركيه، معتزل لا يعمل لا راهب ولا شيخ، مش ناقصنا خاصة بهيك رسائل إنسانية انتر جيومين يعني بين المتزوجين. معين شريف وجريمة مستيتا طبعا هيدا الموضوع خلص، هيدا الموضوع انحل. ما في نام ما اذكر عن وفاة، حتى نقول الحل معين شريف ما له اي علاقة ما له اي علاقة. طبعا ما فينا كمان نتفادى وفاة الأرزة
وديعة الصافي يلي بتأسف أنه الدولة استنضفت أنه تعطي نهار واحد للحداد. ما رح فوت كتير بهيك تفاصيل، رح ننتقل على التفاصيل الحامية شوي أكتر يلي هلأ ريسنتلي أكتر شيء عم ينحكى بالموضوع يلي كان ختامها مسك بين نجوى كرم وملحم بركات. شو عندك تفاصيل غير اللي بنعرفه؟ غير اللي بعرفه انه ملحم بركات مفروض شوي ما يزيد الحد اللي عليه هلا، لان زاد كثير. اول شيء زاد باي طريقه، اذا هو ما ضرب كثير بمصر او دوله مصر ما بيعني لها كثير ملحم بركات، مش ذنب يفش خلقه بموت لاي فنان عم بغني مصري. آه، عم بغني مصري مثل ما عمل بوائل جزار وقت وصف بوائل جزار مين هو اصلا ليقعد يشمت بعيال العالم. وهذا الشيء ما بيخصه، لكن مثقف مزبوط كان بيفهم انه الموسيقى هي لغه عالميه، وان شاء الله لو غنوا هندي هو ما له معه. اوكي، موضوع نجوى كرم. ثاني شيء موضوع نجوى كرم، اخذ على خاطره كيف نقولها خيا الحاجه نقولها بعت عليه او فات عليه بخمس رجال. انت عدوا لملحم بركات؟ بس انا بدي اقول لك شغله، انه وقتها ينصب علي ب 400,000 دولار، انا شخصيا اذا نصب علي ب 400,000 ليره ما ببعث له خمس رجال، ببعث له 15 رجال. لأن وقتها هو تأمن على الأمانة، بس ما في قضاء. وقتها هو تأمن على الأمانة، وقتها هي احترمت اسمه واحترمت أرشيفه كونه ملحم بركات، وعطيته 400,000 بلا ما يكون في ورقة يلي هن اشتروا فيهم عقارات بأمريكا للاستثمار فيهم بعدين. مش يعني هو ما بيحترم الأمانة وما بيردها بوقت معين، هي أول شيء. لأن هو ساعتها وقتها هي احترمت اسمه، هو ما احترمه بالتالي لاسمه، هي أول شيء. إذا ملحم بركات يعني مش يعني بيتعدى طيب. حقوق العالم. هيدا أول شيء. مش عم تعمل طبعا لا، هيدا مش رأي شخصي حتى، هيدا رأي الرأي العام يلي طيب. خلينا نفوت بالأمور اللي أنت بس عندك إياها. بلس 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 في عندك شغلة إنه هيدا اللي بقدر أقوله عن هيدا الموضوع. أوكي. هلا خلينا نفوت بالمواضيع اللي بس أنت موضوع عندك. موضوع اللي أنا عندي إياها. هيدي القصص الحامية، هيدا تبع الأورجيات. خلينا هلا حرام عليك. ليش فوتينا بهيك فوتة؟ إلي خلينا هول المواضيع اللي كل العالم تعرفها، خلينا نبلش فوت بالتفصيل بالموضوع واحد واحد اللي أنت بتعرفه. خليني أنا. يعني أنا جربت بطريقة كتير كتير قصوى. لا لا خاصة وحصرية الديفا مغيرة. الديفا مغيرة عادت لتمارس مثليتها الجنسية مع عاشقتها زين من الأول، والشعوذات باتت آخر هوسها وهلوساتها. الديفا مغيرة مين يا ديفا مغيرة؟ ما بنعرف. أنت أدرى كل العالم مفروض تعرف مين. مين هي الديفا هاي؟ حياتي ما فينا ما فينا نفوت بهيك أشواء. مين الديفا؟ أوكي. المهم الديفا مغيرة يلي هي بدأت مويلة جنسية تعوج، وهي أصلاً أوريدي كانت معوجة لأن هي أوريدي كانت أسكورت. الواحد وقتها بيكون اساسه اسكت بعالم الفن، يعني الا ما يتعاطى مع كل العالم مثل بعضها في مساواه بين الرجل والمراه. مساواه ممنوع التمييز والتفتيت 100%. رجعت تطحن لا مش غلط، يعني عم تعبالها تغير طعم التمه وبلشت تتوجه للانثى يلي هي ببلش اسمها بحرف زين، عايش بدولة الإمارات وشبه مطلقة. أوكي. عم بتفش خلقها، بتعرف من بعد الأزمة اللي صابتها مؤخراً اللي هو مش غلط. أنا مع الموضوع. شو الأزمة؟ بس الموضوع اللي أنا ضده هديك ستيل أنا بتخبي بتنقي لها اللانجيري تبعها والأجواء كتير على جراند يعني. المهم هيدي الديفا أنا في شغلة ما عندي مشكل بأول موضوع، بس عندي مشكل بتاني موضوع اللي هو السحر الأسود اللي عم تتعاطاه مع مشعوذ بالمغرب. شو اللي عم بتضل رايحت له رايحة جاي هي وصديقتها اللي بتآمن بهالموضوع أكثر منها؟ إنه شو بيعملوا بالسحر الأسود؟ يعني بيكتبوا لحدا؟ بيكتبوا لحدا لحتى يبقى بحياتهم، وطبعاً لو في منهم خير ما كان هيدا الحدا طار من حياتهم. فأنا هيدا الشيء ضده لأن صارت مثل المهووسة فيه، وطبعاً كمان مهووسة باستمرارية اسمها وجمالها مع هيدا كله. وقتا بتسخر جن ليه كبرت بالعمرية؟ أي مفروض طبعاً خلص كلنا كبرنا يعني مين ما كبر فينا؟ ما بقى في حدا عمره 25 100% أنا دايماً بقولها. فأنا هيدا الموضوع شوي يعني بدها تنتبه عليه، إنه لو في موضوع في منه خير كان اللي عم تبكي على أطلاله ما كان
طار. هيك بيقولوا كرامات. واللي عم تقول المشكل انه اللي عم تبكي على اطلال وستيل عم بيأسس مع بنتين اخوات. لحظه 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 عم بيأسس. انا بريئه عم بيأسس شركه. اللي عم بيأسس انتر جيومي طبعا مشروع علاقه. مشروع مش مشروع علاقه، علاقه اتس دان. وهي عم تبكي على اطلال مع اثنين اخوه بنات. مع اثنين اخوه بنات بس كل وحده لحالها. وين؟ لا وحده بيناتهم رح اعطيك تفاصيل. وحده بيناتهم مس اخذت مس شيء من المسز استقيمه و جديدة يا حواء واسمها ببلش بالراء دال. فهيدي هي واختها عم بأسس مع الأستاذة الخواجة. ومثل ما بينطبق المطلع اللي بيقول قلبي على ابني وقلب ابني على الحجر. يعني هي عم تبكي على طليقة إذا شيء أو على الرجل اللي كان بحياتها هو مشغول ب ليش هالقد مشغول ليش هالقد ترك أثر بحياتها؟ عن طريق ايجنسي اللي هي عم بتفكر هلا كيف ممكن تنتقم منها. هيدي الخبرية قديمة مش قديمة شوي يعني بس هيدي من الأخبار اللي بتدبر بنات بتقول 2013 بتقول من بعد موضوع الديفا بتقول مصمم لبناني عالمي يطلق زوجته ليتزوج برجل ومشترك ستار أكاديمي القديم يسافر قريبا الى اوروبا ليتزوج بحبيبه. انا عم بحاول قد ما فيي الخص الامور بما انه انت ما بتقبل غير ما سمين لك اول اسم وثاني اسم. لا انا ما بقبل ما بدك هيدا الالف والصاد بيطلق مرته لحتى يتزوج برجل الف ومشترك ستار اكاديمي. المفروض يكون مش الحال معك ما فينا نفوت كفي 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 ما بنعرف اجواء ومشترك ستار اكاديمي قديما باء وطا بيقوم قريبا رح يسافر على فرنسا لحتى يتزوج بحبيبه. هاي بتكون رابع زواج بين رجلين 100% انطلق من لبنان. ايه؟ انت اول مره خبرتنا عن واحد عن لا في ثلاثه تانيين بس هديك التانيين مش قادر كثير اعطيك اسامي لان انه اعلاميين بعدين ممكن بعطيكم مش غلط بس خلونا على ما هيك خلونا خلص ما كثير كفي مش كفي كفي ما انتم محددين لوقت يعني المصمم اللبناني خلص مش الحال. عائلته كيف تقبلت الموضوع؟ شو هو قاري عائلته؟ ما هو اوريدي يعني كل شغله برا يعني ايه شو يعني شو مرته طبعا بديبرشن توتال يعني مرته بوضع لا يحسد عليه كانت بوقتها الا اذا هلا قاعده تستوعبت الموضوع. اوكي بس عم بحكيك انا عن فضايح 2013 ايه لا يعني تغيرت القصص القصص ممكن من شهر لاثنين ولا ثلاثة. اوكي فينا نقول وحدة هلا فنانة لبنانية تضبط في موقف عام للسيارات وهي تمارس الجنس مع مدير اعمالها. لا ما عين تضبط بسيارة بشقي لك انا هون بشارع نيو جديدة ما قايل بيجي بوقتها عم بعطيك هلا وبيجي هلا بيجي بوقتها بيجي درك بالقطع وكذا وبتقعد بتتوسط هي ومدير اعمالها لان هي لقطت هي ومدير اعمالها كانوا بالاول عم يتشارعوا وبعدين صاروا عم يتحابوا. طيب انه ميك لاف نوت وور هيدا شو بقولوا ميك اب سكس. وفي فنانه اخرى باواخر الثلاثين شو رجعت هلا غير فضيحه؟ بنفس الوقت يعني انا جمعهم بخبر واحد نفس الباركينج لانه كله عليها بالسكس امراه مساح العلماء امراه فنانه هددتها السلطات البلديه انا تنشحد من بيتها لان اصواتها بالاه وايه واوه عم تطلع كثير اوفر عم تعمل لا لا عم تعمل عم تعمل فوكاليز 100% فهيدا الفوكاليز كثير زعج الجيران لدرجه انه طالبين منا انه يا تقفف اجواء الفوكاليز يا تزحت يا تحط كاتم فنانة لبنانية بأواخر الثلاثينات قلت؟ ايه هلا شو بدك فنانة استعراضية فنانة استعراضية اوكي اوكي هنا هيك بسموه مزبوط هنا هيك بسموه ايه صحيح ذكر. اوكي هلا بننتقل شوي لمصر بس مع انه ما كثير بيعني اللبنانيين. القبض على طليق حنان الترك بملابس نسائية يغوي احد الجنود انه معقول يغوي احد الجنود اي جنود ضبط عليه لجوزة لطليقة لحنان تركي. حنان تركي يقال انا لا اتبنى هذا الموضوع ونحن كبرنامج لا نتبنى نعم بينقال انه حنان تركي دائما عندها مثل الفنانات التانيين ما بدي اذكرهم بحبوا كثير هيك الشاب الناعم شوي فمن ازواجها يعني الزوج اللي طلقته ما سمعت بنعاد ناعم ما هذا لا هيدا ناعم لقت انه عن جد بالفعل كان عم يرتدي ملابس نسائيه بركي كان عنده شي بالمسكي شو بالمسكي بمصر ما بيقلشوا البرباره مثل ما نحن بنعيشها بالمسكي المهم لقت عم بيشد واحد من على الطريق وهيدا الواحد عامل له مشكل لان طلع من الامن وبمصر هيدا الشيء يعني راسه ما بيفرز عن ضبط مباحث طبعا انا في عندي في عندي رقم المحضر اذا بدكم اياه بس هلا انا فكرت معك رقم الزلمه هلا بطبيعه الحال
شو بدي برقمه؟ ما معوش ما يلزموش، بس المهم انه رقم المحضر بقدر اعطيك اياه يعني، بس شو بدنا فيه؟ شو بدنا بزياده خلص رقم المحضر شو بدنا فيه؟ طيب ننتقل لخبر ثاني، نجمه اعضاء لجنه احد برامج الهواء كمان بعدنا بمصر تدبر النساء لعشيقها النجم. في نجمة أعضاء أحد البرامج. شو نجمة أعضاء يعني؟ لا أحد لا شين عين بتكون أسامة يعني، هي عضوة بلجنة حكم. حكم شين عين عضوة بلجنة أحد البرامج وبنفس الوقت على علاقة مع في أشرف عم بلعبها كتير درتي يعني شان لا غاتي ما بتزبط بأجواء كريسمس ومايير اوكي كفي. هيدي الفنانه شو عم تعمل؟ هيدي الفنانه بعلاقه مع احد النجوم الشباب الحلوين كثير. بتقوم بتعرف شو جنسيته النجم الشباب؟ لبناني. اوف وهي منا لبنانيه، هو كبير صغير وهي كانت على طريق الطلاق قبل ما تطلق 100%، سو كانت هي بضيافتنا بلبنان وبتكون هي علاقة جنسية مع هيدا الفنان و عم كله بيعمل سكس فنان وعم كله حياته. شو مفكرة انت الوسط يعني؟ خلينا نسكت، عم بتجيب صور ما حلو. انا عم بعطيك ال عم بعطيك انت الكريم دو لاكريم الكريم دو لاكريم. الله يخليك الي. فبقوم تعجبه وحده من المشتركات من البرنامج اللي هي تقدمت عليه، بقوم بقلها بدي اياها هي اللي هي اوريدي عضو فيه، بقلها بدي اياها وبتامن له اياها بليله من الليالي. وهي صحته والمشكل انه هي وفيلي المشتركه بتلاقي هديك لابس لابس المنشفه وناطره دوره. هلا مش غلط، ما انا انانيه يعني، المشاركه حلوه. ايه لو انانيه كان فاتت دغري معهم. حلو ناطره دوره حلو. الي بسيل بتقول سياسي لبناني معقد نفسيا يضاجع دميه جنسيه. لحظة يا الله يضاجع. شو انا وصلت بوبي غونفلابل يعني 100%. خلينا نقول سياسي لبناني معقد نفسيا يضاجع دمية جنسية، بس لقيت معقد نفسيا يور جادجينج هيم انه حياته لو انه رجال 100% انه فيكون طبيعي. ليش عم تقول هيك؟ فيكون طبيعي ويضاجع دمية. طيب اذا هيدا الشيء طبيعي عندك فرجل سياسي طبيعي جنسيا او غير ذلك، ليش عم تحكم عليه للزلمة؟ لكم بوبي عندك اسمها؟ عنده باربي مهن. عنده باربي، مهم عنده باربي انه هالباربيات عم بيمارس معها الجنس، لان بغض النظر عن شخصيته اللي كثير قويه اللي بنشوفها على التي في والسياسيه والليدر واللي ليدر كمان هيدا طلع فاشل بالامور العاطفيه وما بيعرف يشد مطلق اي مره لحتى يمارس معها الجنس، وعم بيمارسه ببوبي. طب يقدر يدفع لوحده؟ مش ضروري يكون لا يقدر يشد. ما بيعرف يحكي، ما بيعرف يتصرف، ما بيعرف يعني كانت اسكورت ولا ما كانت، ما عنده الابيليتي انه يشد مره. وتابع كاشفا لي وانه بحسب الكتالوج الخاص بالدميه فان الشركه المصنعه للعروسه الجنسيه يمكن ان تصنع العروسه على حسب ما يريد مشتريها، مثل الصوت وطبيعه الكلام وشكل الوجه، كما يمكن ان يتحكم بحركاتها وجلستها ووقوفها بالريموت كنترول، بل ويمكن ان تكون على شكل احدى المشاهير والملكات وملكات الجمال او اي شخصيه يريد صاحبها. ادرام الشركه حمس وعيش بيك تايم. بتعرف هيدا يمكن مش معقد، بس قد ما قرف من النسوان بضلوا يحكوا. مش معيشه النسوان يا ريت. ما بتعرف يمكن قد ما معيشه بفضل معيشه بلا معيشه. طيب ليك بتقول معلومه محتله يا ويلي يا ويلي بيقرا بين اسطورك. بتقول معلومه تركيه صادمه، سعر الليله الحمراء مع مريم اوزيرلي 600,000 دولار يعني هيام. ايه واما سعر الليله مع بيرين سات يعني سمر فهي ب 100,000 دولار. قليل هيدا، ما فيك تتخيلي قد ايه جاب لك الراء من تركيا، بتلاقيهم كلهم عم يعملوا ترانسليت على جوجل من الملف العربي للنص العربي للتركي. بس ما حدا نكر اللي بسيلي اللي بسيلكم. ايه سلطان هيام مسعره اجواءها ب 600,000 دولار بالوقت اللي بيرين سات قد ايه مترا يعني؟ شو؟ قد ايه مترا؟ كفي مسعر اجواء ب 600,000. لا لا عن جد هلا بلا مزح الخبريه السلطان قد ايه موسوقه لان بين باء غين طلب ورا فاطمه اللي هي بيرين سعاد ب 100,000 دولار وقضى معها ليله حمراء. مين هذا باء غين؟ بزياره خاصه يعني انه رجل اعمال اسطوره بعالم النساء طلبها. طيب خلص اوكي
طلبها اكيد لبناني، طلبها على لبنان بليله خاصه ب 100,000 دولار، اجت بلا ما حدا يعرف. ما لقيت ترخيصها او شيء. بس هي دفعت التيكت. انه الاولى مسعره حالها ب 600,000 والثانيه مسعره حالها ب 100,000. لانه الاولى مش ميد ان المانيا ان جيرماني والثانيه ميد ان تركيا. بس هي دفعت التيكت اللي بيقولوا مش هي بيقولوا التيكت هي دفعت الاولى مسعره حالها ب 600,000 والثانيه مسعره حالها ب 100,000 وال 100,000. بس معقول تكون ايش سمر على لبنان وما عرفنا؟ ما في حدا شيء بتخبر. لا حبيبي ايش تخبر؟ قادر انت تسافر الكرة الارضية بلا ما حدا يعرف فيك وقت الجد. ليه ما في لزوم يعني؟ ايه. طيب ليك شو بتقول؟ بتقول يعني النجمة غين عاه تشتم غريمتها حتى وهي في حالة النكاح لقاء 70,000 دولار. ما فهمتوها. لا ويلي لحظة لحظة للحقك. هن تعابير وحالة رجل الأعمال عين حاء. ايه. اللي عايش بباريس. ايه. تعرف عن النجمة المصرية غاء وعين عن طريق سكرتيرتها الخاصة وقضت معه ليلة ب 70,000 دولار. يا الله يسامح على دفع 30,000 زيادة جيب سمر. لا بلك ايه ما هو باليورو دفعين. ما هو ندم كتير على الموضوع. فينا خلوني بس كمل الموضوع. أوكي. لأن في أسامي تانية بعدين. هيد العين هيد الغاء عين دفع لها 70,000 دولار بأوتيل الماريوت. أوكي. بباريس. طيب خليني انتقل. لحظة بعدنا خبرين لأنه واصلين. دهمنا الوقت. واصلين بتقوم قد ما عندها عقدة من هيفا وهبة بتقوم بتبرش البرشة اللئيمة عند هيدا الزبون، وهيدا الزبون لبناني بمطلق الأحوال. سو ما هين عليه انه اللبناني مثله فنهرب هيدا الموضوع. المهم انه هيدا التيتا مفكره حالها كثير كارلا بروني. تيتا هي بتروح على محل اسمه دوبيل بباريس بتشتري مجوهرات ب 600,000 يورو، يعني بحدود ال 800,000 دولار. اي ومين بيدفع لها؟ فكره حالك كارلا بروني. سو دقت له لزبون للكلاينت على اساس انه هو كثير عاش غرام وانت كان معه، طالبة منه انه يجي هو او يدفع. يبعت ورا الدرايفر لحتى يحاسب. وهو انصدم على الموضوع، ما بعد بيرد على تليفوناتها. وبتروح على الاوتيل بتلاقي انه هي وال غراضة برا كل تصحيطه وانت بالف خير. يابا طيب. ربك. مطربنا اللبناني الشاب ري عين يعيش قصة حب عنيفة مع شابة عربية. هي شوف انه قصة حب ما فيها، بس انه تجوز وعمل اجواء وهو شاب مثل القمر طبعا عنا بلبنان بعد ما تجوز كرمال انه ياخذ بنت من طيفته وكذا هيك، بس هو امامته ما مغروم فيها ولا باله فيها، ومغروم بامرأة بشابة عربية، وهيدي الشابة العربية مستوعب الموضوع حتى هلأ بعد الزواج مثل ما هو مستوعب موضوع. طيب آخر خبر زواج صوري يعني آخر خبر قال. عزيز عبده ليش هلأ سميته العزيز؟ متيم بحب أم لثلاثة أولاد وعلى ذمة رجل سياسي كبير. أنا عرفت أنه عزيز عبده مرتبط بعلاقة حب مجنونة مع سيدة سورية، وهيدي السيدة السورية من بيت سياسة رفيع المستوى وعندها جوزة سياسي سوري؟ ايه، وبتعيش خارج بلدها هلا بحكم الاجواء. كيف عم تحكي هيك وانت على علاقه جيده مع النظام السوري؟ انا علاقه جيده مع النظام السوري وعلاقه جيده مع عزيز عبده على اذا الخبريه غلط بيقدر يتقلي. بس عزيز صار برات الضوء. هلا برات الضوء ما اختلفنا، بس انه هيدي خبريه انا وصلت لها. هلا هو بحكم صداقتي معه بيقدر يتصل فيه لانه يا الي هالخبريه ما انا مزبوطه او هالخبريه مزبوطه. طيب يعني إلي باسيل أهلا وسهلا فيك. آخر خبر كان بحالة ما مش عم بيخليني كمل. لك الوراء لك الوراء هول هن فضائح الـ 2013 أبرز فضائح 2013 مش عم بيخليني كملهم. What إلي باسيل has no one has. نشكرك على مشاركتك معنا. بعد سنة بتخبرنا أبرز فضائح لـ 2014 أو نعمل وحدة سيمستريال. حضروا من هلأ مشاركنا. بنشوفكم جماعة الجاي أيضا بحلقة مباشرة على الهواء من حرتقجي. أورفوار إميرسي. إن شاء الله ينعاد عليكم بتجنن. باي.